مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه التحية الصباحية اللي اخذكم بها زميلي حسان بوسبولة على أنغام محمد سليم الشاوي، أنغام الشاوية، أين أقول لكم تحية صباحية عطرة لكل جناسنا الجزائريين ولكل مجتمعنا الكريم وجمهورنا الكريم كذلك الطيب لو يتابع فينا في هذا الصبيحة لأكيد تعود على متابعة خطى النجاح، خطى الابتكار والإبداع لكل طلبتنا الجامعيين وحتى لكل مهندسينا من كافة حاضنات الأعمال. في خطى اليوم أكيد خطى النجاح الطارحة له بحاضنة الأعمال بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، أين سيعرفون صراحة على مهندستين الحاضرين معي اليوم في البلاتو، المهندسة علواش لينا وكذلك الفيات كرام، مهندستين متخرجتين في مجال الميكانيك طبعا، أين ابتكرن مشروع مبتكر وهن في بداية تصنيعهن لمؤسستهن الناشئة والمصغرة. أكيد مشاهدينا الأكارم قاموا بابتكار حاملات تقنية وتكنولوجية، أكيد هذه الحاملات تعمل بطريقة حديثة معصرنة في جهاز الهاتف النقال وحتى لجهاز الحاسوب وحتى للداتا شو لكافة الطالب الجامعي اليوم اللي ممكن له من خلال هذا الحامل أين يقوم بحمله، إلا وأنه كذلك لديه فوائد عديدة متنوعة وتقنية تعود بالفائدة على الجهاز في حد نفسه وعلى مستعمله كذلك. أجدد التحية والترحيب بالمهندستين اللي حاضرين معي اليوم، أهلا بكم، مرحبا، صباح الخير. صباح النور، شرفتونا بحضوركم صراحة. نشكركم على الدعوة. يلا معي الفياد كرام وعلواش لينا، حابه لو تعرفونا أكثر على مسيرتكن الجامعية، على بدايتكن في هذا المجال كيف كانت؟ تفضل. المسيرة الجامعية تاعنا بديناها بيان سور جبنا الباك، دخلت هندسة ميكانيكية اللي كنت حبيتها هاد الدومين، قريت ليسونس كونستركسيون ميكانيك، بعد درت ماستر فابريكاسيون ميكانيك وتخرجت وتلاقيت بكرام، تعرفنا حبينا نديرو مشروع، كانت عندنا ايدي بدينا فيها والحمد لله لحقنا، خدمنا لي بروتوتيب وانا في مشوار باش نخدموا الستارت اب تاعنا ان شاء الله. وكرام مجالك هل كذلك في مجال الهندسه الميكانيكيه مثلها ام كاين تغيير بعض الشيء؟ احنا انا ثاني في الهندسه الميكانيكيه، بصح لي زوبسيون برك كيما نقولوا دي زوبسيون برك ماشي كيف كيف. انا في الصناعه الميكانيكيه لانجينيوري دو مينتينونس وهي في الفابريكاسيون. طيب واكيد تخصص واحد ولكن مجالات مختلفه اللي هي صراحه خلت نوعا ما هذا المشروع يلقى النور وكذلك مشروع تقني اللي ممكن يفيد مختلف شرائح المجتمع. قبل ما نتحدثوا اكثر على المشروع واللي حيمر امامكم الان صور على المبشر لهذا المشروع، نتحدثوا قبل كل هذا على الملتقيات الوطنيه، هل سبق وان شاركتهن فيها؟ يعني ممكن انه الملتقى الوطني يفيد الطالب اليوم المهندس كذلك في انه يلتقي بخبراء في المجال اللي يكون عنده نظره مستقبليه، فهل شاركتنا ام لم تشارك؟ نعم شاركنا بزاف الملتقيات. دايوغ ديغنييغمون برك كانوا كاينين بزاف لي زيكسبوزيسيون او نيفو دو باب زوار في لو هول دو ستارت اب اكزاكتومون اللي كان حاضر فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي. نعم اللي كان فيه تاني كونتاكت ديريكت معاه وين شاف لي سيبور تاعنا وين شاف الخدمات تاعنا اللي درناهم كاع ورياليزيناهم وشجعنا يعني في الحقيقه على ان نواصلوا في الدومين، وشفنا تاني بزاف اللي جاو في الدومين تاعنا اللي راهم دوكا دي زيتيديون وداو المثال تاعنا، وشفنا تاني اللي تخرجوا كملوا وكاع شجعونا وعطونا نصائح وعطونا الراي تاعهم. ديجا حنا كي نشوفوا الفيدباك تاع رجع الصدى للمشاهد اكزاكت كسوسوا اللي راهم في الدومين ولا اللي راهم يستعملوا بركي كونسوميو في طبعا في الحامل يخلق لكم نوعا ما الايجابيه على هذا المشروع انكم تستمروا فيه اكثر. فوالا. طيب نمر الان لاساس هذا المشروع واللي هو ابتكار حوامل تقنيه معصرنه وحديثه. قبل كل شيء وقبل ما نتحدث على طريقه التصنيع حبيت نتعرف على الاشكال اللي تعرفتوا عليه واللي خديتوه، يعني الفكره اللي خلاتكم تبتكروا حوامل، يعني احنا نشوفوا انه الحامل فقط انه يحمل هاتف او جهاز الحاسوب ولكنكم توضعوه بطريقه تقنيه وين انه حتى وهو موجود عليه الهاتف او الحاسوب يستفاد كذلك من خلاله، فكيف كانت الفكره؟ بدات الفكره كاحتياج شخصي، انا نستعمل بزاف الحاسوب كيما الدومين تاعي فابريكاسيون ميكانيك، نخدم بزاف لا 3D ويشوف لي بزاف البي سي، وديجا تاعي ديجا رقبتك ظهرك تستعمل بزاف البي سي حتى العينين ممكن. دونك درنا كونسيبسيون، سنينا كونسيبسيون تاع سوبور بي سي اللي ساعدنا ويسهل علينا الاستعمال. وعدت الفكره زاد تطورت، حبينا نزيدوا عفسه اكثر كيما نقولوا بي سي هذا يا سوبور بي سي
لي سامبل سامبل سمح بينا نخدموا على فساكتر وكنا على بالنا بلي قادرين. زدنا خدمنا سيبور تيليفون اللي يساعد يحط تليفون فيه لي ستيلو لي كارت فيزيت. وتاني توصلنا من خدمنا البروجي تاع البي اف تاعنا حبينا على فساكتر درنا لوتوماتيزاسيون تسمى سيبور داتا شو مي اي لي مولتي فونكسيونال تسمى يقدر يحطوا فيه داتا شو هذيك التحتانيه تتبدل تسمى يحب يبدل يدير تيليفزيون ولا يقدر تسمى اي جهاز ممكن انه يرتكب عليه. يلا نمروا لطريقه التصنيع. حبيت نتعرف على طريقه التصنيع كيفاش صنعتوا هذا الجهاز. شفت طريقه التصنيع تاعنا كلاسيكيه كما اي مهندس ميكانيكي تبدا بلا كونسيبسيون بيان سور قبل هذيك ليدي الفيزيون تاعك وين رايحه بعدا نديروا ليتود على لي بياس اللي خدمناهم باسكو يقدروا يسيبورتي واش طينا لهم يسيبورتي لي شارج اللي درناهم وبيان سور على فان نديروا لا فابريكاسيون تاعنا اللي كانت طولغي يعني صفائح حديديه وطريقة التصنيع بالصفائح الحديدية باينة نديرو ديكوب لازر بلياج. مي حنا تاني زدنا ديفلوبمون إلكترونيك كان عندنا شوا تاع لي كومبوزون إلكترونيك اللي كان لازم نخيروهم يكونوا ادابتي مع هذا السيستم ويقدروا يرفدوا. كان واحد من التحديات تاعنا انه حنا اوني اون جيني ميكانيك شغل ماشي ما راهوش الدومين تاعنا الإلكترونيك بصح بيسكي راهي في لا فابريكاسيون هنا في لانجستري راني في لا مينتينونس. لا مينتينونس يطلب علينا انه نعرفوا كوتي ميكانيك وكوتي الكترونيك وحنا في لا رياليزاسيون تاعنا في البي اف خلطنا بين زوج لي دومين اونتر لا فابريكاسيون والالكترونيك مش قدرنا نخرجوا هذا المنتوج النهائي. هذه كانت وحده من الصعوبات تاعنا ثاني ولكن هذه الصعوبة كانت لديها سهولة ونجاح في هذا المشروع. يلا نمروا الآن مشاهدينا لمختلف الأجهزة وين حنحكوا على كل جهاز على حدة. أكيد أنه على المباشر الآن ستمر عليكم صور لحامل الهاتف وحامل الحاسوب وحتى حامل للداتا شو وحتى طريقة تصنيعهما الداخلية وين حنتعرفوا على كل الجوانب وحتى على كل المخرجات اللي خاصة بها. فقبل كل شيء نحكوا على جهاز الهاتف النقال اللي هو صراحة ما يتخلوش عليه، أصبح جزء مهم في حياتنا. فحب اذا نتحدثوا على هذا الهاتف الحامل تاع الهاتف كيفاش تنعكس الفوائد تاعو. الحامل تاع الهاتف اللي خدمناه باش ينحط فوق ان بيرو اللي يعني اللي يكون يستعمل البيرو بزاف ينحط التليفون تاعو درنا له لي بورت تاع دي ستيلو ودرنا له يعني يحطوا لي كارت فيزيت. وشنو الفائده من هذا الحامل تاع التليفون؟ التليفون انه درناه باش تكون كاينه اورغانيزاسيون فوق البيرو وتاني باش تكون يشوفوا تاني التليفون اللي يستعمل بزاف بي سي التليفون بلا ما يقعد يحوس نوت التليفون تاعو راه محطوط في بلاصه درنا له اونغل وين يقدر يشوف بكل اريحيه. تاني داخل في الماركتين حيت حنا كاع لي برودوي تاعنا اللي نخدمهم يكونوا بيرسوناليزي تسمى اي شركه عندها لي بيرو تاعها تقدر دير اللوغو تاعهم اي واحد تاني تحب بيرسوناليزي يحب يدير لك شموتيف اسمه ولا تاني ندير فيه دي فوا ان ميدسان دي فوا ان بروف دي فوا نديرو له لي سين تاع ميدسان باش يبان ولا لو نون كومبلي تاعو ولا او ميم طون لي كارت فيزيت تاعو راهو يبانو شغل ان ميدسان كيكون قاعد ان اوتر مليا يقدر يرفد لا كارت فيزيت بلا ما ينوض الميدسان ولا واكيد هذا في جانب وجانب اخر كذلك تقني من انه يحافظ حتى على جهاز الهاتف في حد نفسه يحافظ او ميم طون يكون تليفون اون شارج كي تحطيه تقدري تبلاسي لا شارج ما سون زوكين اوكين كومبلكس. يلا ومش فقط يعني الاطباء والمهندسين حتى شرائح عاديه من المجتمع كمتفرج عادي تحصل عليه. اي واحد اللي يحب زعما يشوف التليفون بزاف ولا يحب يشوف اللي فيم هكا على بالك يجد نفسه باريحيه. اي كاميرا بروحهم ديجا اللي عندهم لي باج انستغرام ولا اي واحد يعني. يلا يعني هذو اول شريحه اللي اكيد حتستفاد من هذا الابتكار. في خصوص الشريحة الثانية اللي ممكن شريحة العملاء، شريحة المهندسين أو الصحفيين حتى أو أي شريحة عامل لديه مكتب ونتعامل بجهاز الحاسوب تاعه بأكثرية، فكيف تنعكس الفوائد على جهاز الحاسوب؟ خدمنا هذا حامل الحاسوب خدمناه خدمناه بأونجل اللي يساعد الراحة تاع الإنسان اللي يستعمل بي سي. زعما درنا أونجل شفنا حوسنا درنا ريشيرش أنه يساعد العينين ما تعياش خاطر عينك ما تعياش برك على جالك تشوف في الشاشة بزاف حتى لي ميسك تاع عينيك يعياو كي تكون تشوف بطريقة خاطئة. تسمى درنا هاد لونغل درسنا هادي درنا شوية دراسة عليها وتاني على الظهر وتاني تنعكس على البي سي الحامل الكمبيوتر كي نحط ما يشوفيش البي سي تاعك تسمى يزيد من الحياة تاع البي سي تاعك كي تكون تستعملو وما يتقاش البي سي سختو العباد اللي يستعملوا البي سي بزاف كيما حنايا المهندسين وحتى الصحفيين اكسترا يستعملوا تسمى البي سي تاعهم يقدروا يستعملوا بكل الياسية. اكيد يمروا الان الصور على المباشر ونحن نتعرفوا على حاملين أجهزة الحاسوب
بطريقة أريحية صراحة، وضعت لهم في الأفق، يعني هنا ممكن أنه يحمو الظهر ما يتعبش أكثر، وحتى العينين ليستعملوهم أكثر. ما تكون بوزيسيون تاع الإنسان تكون صحيحة، اللي ما بتعيش وما تعيش البيسي تاعو ثاني. وبكل أريحية. بيا آخر شريحة اللي هي شريحة الطالب الجامعي اليوم، اللي ممكن كذلك تكون عنده فائدة من خلال جهاز الداتاشو. يعني قمتم بابتكار جهاز تقني حامل كذلك تقني بطريقة معصرنة لجهاز الداتاشو، أكيد من الطالب الجامعي اليوم يستفاد من خلاله، من خلال الدروس والمحاضرات، وحتى من خلال مناقشته للماستر أو ليسونس أو دكتوراه أو تخرجه. فيلا فائدة كيفاش تنعكس على الطالب الجامعي اليوم؟ يلا نسمعوا شويه كلام. تفضلي. حامل داتا شو هذا، كيفاش بدات الفكره تاعو؟ انه بدات في لاكلاس نقراو عادي، نورماركيو باللي ان بروف باش يريغلي الداتا شو ديجا بروميرمون سا برون دو طون اون بليس، ما يقدرش يطلع باسكو اي لي فيكس، ما يقدرش يطلع باش يريغليه. الوغ توجور يجيب اون شاز باش يطلع للفوق ويريغليه. مي باغ كونطخ هذا احنا واش زدنا فيه، انه فيه ابليكاسيون une application téléphone sur téléphone يشد le téléphone برك يعبز يحبط السيبور هذا، كي يحبط هو يقدر يريغليه على حسب الزاويه اللي يسحقها كيفاش هو حاب يبروجيكتي دي لا بروجيكسيون تاعو تاع الداتا شو عاليه موين ولا لتحت كاع تو ديبون هو واش يحب. فالا بان يطلع فوق الكرسي ولا يقول الكاش تلميذ يطلع باش يحبط الداتا شو ولا يريغليه. هذه حاجه الاولى. وعندنا ثاني دوزيام الكوتي التحتاني اللي نشوفوه اللي نحطوا عليه داتا شو، فيه اون روتاسيون، فيه دوران، امكانيه الدوران. هذه امكانيه الدوران زدناها باش اوليو زعما بلوطا بروشان ما يحبوا يبدلوا الديكور تاع لا سال، ولا اوليو ما يكون يبروجيكتي على ان مور يولي يدور يبروجيكتي على دوطغ مور، تسمى يحبوا ينحيوا الطابلو هذاك يديوه للمور الاخر بلا سي با لا بان يديمونطي ونحي وعاود رجع ويدي خدامين ويزيدوا دراهم او ميم طون يعبس ثاني سور لابليكاسيون يل في لا تورني سور 360 دغري. وعندنا ثاني اون انكلينيزون، فيه ثاني اون انكلينيزون مانيوال، هذه الانكلينيزون ني با سور ابليكاسيون، جوست كي يحبط كاع الداتا شو يحبط كاع الحامل يديرها شغل ينكلينيها برك على حسب هو واش حاب، على حسب الزاويه اللي يحتاجها وكذلك بأريحية. فممكن لانه الطالب اليوم ما يتعبش، وحتى البروفيسور او الدكتور الجامعي وهو يلقي بالمحاضرات كذلك ما يتعبش. فصراحه بكل جانب تقني وتطبيقاته الالكترونيه، الا وانه كل شرائح المجتمع اليوم يبقون على أريحية اكيد. طبعا بخصوص كرام وكذلك لينا، هن كما قلت من قبل انه في بدايه ابتكارهن لمؤسسته الناشئه والمصغره، اين قاموا بدفع براءة اختراع لهذا المشروع المبتكر ففي بدايه التصنيع لهذه المؤسسه. فاكيد كأي مهندسات مبتكرات بارعات، الا وانه كذلك يودون ابتكار اخر في هذا المجال وتطوير كذلك مجال الالكترونيك ومجال الميكانيك. فسؤالي الان، من خلال المؤسسة اللي إن شاء الله أنتم في بداية ابتكارها، هل تبقون فقط في مجال الميكانيك والحوامل الإلكترونية أم توسعون المجال أكثر؟ بيان سور هادو كانوا البداية تاعنا، حبينا نبداو ديجا بروتوتيب عبسها تكون سهلة، يعني نقدروا نوصلوا لا فابريكاسيون تاعها باش نقدروا نديروا عليها لي تيست ونشوفوا صح اسكو تمشي واسكو الناس ينتيريسيو بها. وعندنا بيان سور نقعدوا يعني في الدومين ميكاترونيك، عجبنا خاطرش لقينا اريحيه فيه، مي ماشي دي برودوي واحد اخرين مادا بينا، بالك يكونوا خارجين ماشي دي سيبور نقدروا نخدموا فايس واحد اخرين، علاش لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. فمشروعكم صراحه ومشروع اكيد انه يلقى الاهتمام من مختلف شرائح المجتمع، مختلف الجمهور، حتى المشاهد الان لو يتابع فينا، الا وانه حيستفاد من خلال هذا الحامل التقني. فحبيت نتعرف على كذلك على فائدة أخرى لتخص الاقتصاد الوطني، اقتصاد البلاد. فكيف مشروعكم يدعم الاقتصاد الوطني؟ احنا لهادو لي برودوي اللي خدمناهم أو لي بروتوتيب اللي خدمناهم، صح كاين التصنيع اللي خدمنا به تصنيع طولغي اكزيستي في لاندستري الجيريان، مي لهاد لي برودوي ما كاش مصنع جزائري اللي يخدمهم، حبينا احنا نديروهم. وثاني بيان سور كيما اي شركه ناشئه او شركه مصغره، الفائده تعود للمجتمع، نفتحوا فرص الشغل بيان سور. حنا ثاني نطوروا من نفسنا، انا نشوفوا نطوروا من الاقتصاد الوطني يزيدوا فيه. وحنا ثاني نستخدموا دائما ماتيريال وصناعه من الجزائر، تسمى لا ميثود دو فابريكاسيون تاع كاع دي سوبور تيكزيستي في لاندستري الجيريان، وحتى الماتيريال اللي استعملناه ثاني اكزيستي وموجود ومصنع في الجزائر، تسمى برودوي 100%
جزائري. بسرعة جزائري ببطاقة تعريف جزائرية بأنامل جزائرية للمهندسات اللي حاضرين معي. فنتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وكل خطى النجاح. كان سعيد جدا باستضافتكم معنا اليوم. شكرا. إن شاء الله موفقون بحول الله.